بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعينا الأعزاء في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخير والمحبة. أحييكم وأرحب بكم من على أرضية ميدان التحدي، ومن على أرضية ميدان لبصير بالتحديد، حيث أعلنت انطلاقة الشوط التاسع المخصص للبكار الحقايق، ومن المسافة المقررة وهي 4 كيلومترات الفاصلة عن ناموس ورحلة هذا الشوط، يبدأ ونبدأ حضورنا الكريم هذا الموكب الهائل، ونتقدم وإياكم سويا لكي نتعرف على 5 المراكز المتقدمة مقدمة الشوط والصدارة. هنا فال جار الله بن سعيد بن جار الله البريدي المري مقدما لنا فال مع المركز الأول، دار المركز الثاني وصل شعار سالم بن زيد بن انديله مقدما لنا توثيق، ومقدما لنا دره في الشوط الماضي. ومقدما لنا دره في الشوط السابع سالم بن زيد بن انديله يتواجد مع توثيق مع المركز الثاني، لكن المركز الثالث وصل شعار بن جهيم وتحديات بن جهيم محتلا للمركز الثالث، ويتواجد مع عسيله عبد الله بن علي برا راشد المري بن جهيم وتحدياته مع المركز الثالث، لكن المركز الرابع ها هنا من يتواجد، هناك المريخي مع قرار خميس بن محمد بن خميس بن عويض المريخي مع المركز الرابع. خامس المراكز هناك أمجاد بشعار بن ضرمان محمد بن جار الله بن حمد بن ضرمان المري مع أمجاد مع المركز الخامس، لكن نعود والعود أحمد نحو المركز الأول ونحو الصدارة. هنا البريدي مع المركز الأول مقدما لنا فال جار الله بن سعيد بن جار الله البريدي المري مع فال مع المركز الأول ومع الصدارة. يا باي هذا الشوط، البريدي مع فال جار الله بن سعيد بن جار الله البريدي المري، لكن سالم مع المركز الأول مع توثيق وتحديات مع المركز الأول مقدما لنا توثيق سالم بن زيد بن انديله المري مع المركز الأول مع توثيق. يا باي سالم بن زيد بن انديله المري مع المركز الأول مع توثيق، عز الله انها سبوق وشكلها فارق، الله يبارك الجمهور الهجوم فيها يا حيد الوجه ولا الغارب المارق، سبحان من وزع الزين بتوازيها، اقبالها نور بدر في السماء شارق، من شافها قال جعل الله يحييها كانها تجاه
المجفل من الرعاد والبارق يستاهل السبق والناموس راعيها. اي والله تستاهل يا سالم يا بن زيد يا بن انديله، ومن قدمت لنا هذه النوعية الفريدة. وسلام يا سالم سلام، توثيق سالم بن زيد بن انديله ثاني المراكز. وصلت متعبة راشد بن شفيع بن راشد الفهيدي المري ثالث المراكز. وصل البريدي مع فال جر الله بن سعيد بن جر الله البريدي المري رابع المراكز. وصلت الظبي جر الله بن حمد بن علي البريدي المري خامس المراكز. وصلت مع خامس المراكز أمجاد محمد بن جر الله بن حمد بن ضرمان المري. تهانينا والناموس لمالك البطلة توثيق من حظت وحققت واحتلت الشوط التاسع بكل جدارة واستحقاق قاطعة مسافة 4 كيلومترات في زمن وقدرة 6 دقائق 3 ثواني 24 جزءا من الثانية. وتهانينا والناموس لك يا سالم، ونهني جميع الفائزين.